بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة في مكان تلقى عليه وفي وصف آخر الفيديو إن شاء الله. أنا النهاردة حبيت أجرب بالغلة. بص أعمل غلة إيه؟ غلة نقعها بقالها يومين. يومين بتبقى طرية كده. أهم حاجة إيه؟ أهم حاجة تمسك الغلة كده. الغلة كده تقوم إيه؟ مفاصل في إيدك يعني. مفاصل كده تبقى إيه؟ كده يعني. عشان أول ما تمسك السمكة معاك أول ما تنزل تقوم ضرب تقوم اخدها تمام معايا على ما ايه بسرعه والله على وشك ميه مش يا جدعان. فخليكم معانا ان شاء الله هيبقى يوم حلو باذن الله. بسرعه يا جدعان والله العظيم المصاصه اهي دي الغله. خليكم معانا. طبعا عايز اقول لكم حاجه مثلا اي حد يعني مثلا هم الناس المتابعين او مثلا بيتابعك ولا الكلام ده هو عايز منك ثلاث حاجات يعني مثلا ثلاث حاجات اللي هم ايه العده والطعم والمكان. اكتر من كده اكتر من كده ما هوش عايز حاجه منك. هو عايز منك هو بيتابعك ليه؟ بيتابعك عشان عايز يعرف مكان الطعم ايه العده ايه. فطبعا احنا هنبدا مثلا انا باذن الله اي فيديو هعمله يعني مثلا هشرح فيه مثلا العده اللي انا بصطاد بيها ومثلا المكان ده في اخر الفيديو طبعا عشان ايه هتتفرج. انا لازم برضه ايه لازم استفاد انت تتفرج من الفيديو اللي انا بعمله تمام. فان شاء الله خليكم كده معايا فهعرفكم ايه اول ما اطلع هوريكم انا بصطاد ازاي وبعمل ايه العده المطلوبه منك تمام. بصوا هنا يا جدعان انا شغال بحيث سلكه الدش. سلكه الدش ديت اللي هي بتبقى عارفين الدش السلك بتاع الدش اللي هو بتاع السلوخه بتاعت البيضه تمام. بتلاقي اللي هي الحته البيضة اللي جوه سلك الدش تمام. بتقطعها مثلا ايه قد عقلتين صابع او ثلاثه والحبسه بتاعتها اللي هي سلكه اللي هو السلك النحاس بتاعها تمام. وحته رصاص حته رصاص ورق وصنارتين. الصنارتين انا بصطاد مثلا بخمسه من اول خمسه واربعه وثلاثه فاهمني. وساعات لما مثلا السمك مثلا يمنع شويه بس بشتغل بصنار ثمانيه كده يعني. والعود او الغابه 2 متر و40 بالظبط اهي 2 متر و40 تمام. انا كنت بسال عليها على الفيسبوك ومكان روك ايه الشغل يعني بحب الايه بحب اشتغل بها يعني تمام كده. دي العده اللي انا بشتغل بيها تمام. والغله بتيجي هنا طبعا مش عارف اصور عشان بتيجي هنا بتحطها على بوز الصناره غلايه واحده بس. في ناس بتحط اثنين مش اشكال حط اثنين زي ما انت عاوز بس انا برجح اللي هي صناره ايه غلايه واحده عشان تقوم اول ما تضرب تقوم ضرب على طول تاخدها يعني تمام. خليكم معانا بس هكمل الفيديو وربنا يسهل ان شاء الله. خليكم معايا يا جدعان. سلكه الدش هناك يا شايفينها اول ما بتقوم واخدها وتقوم نازله بيها غطسه بيها زي الفله بالظبط. بس هي بتبدا تعلم معايا نشوف كده واحده مع بعض مباشر. انا سيبها تاكل براحتها يعني فاهمني. بدات تاخدها تسحبها لها رب بس تكونوا شايفينها. بصوا هي بتاخدها وبتمشي بيها والله. في برضه في صغير وفي كبير يعني ما بقولكش المكان ده كله مثلا كبير لا في شبرة خضراء. بس يا جدعان الصلاة على النبي الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بس يا جدعان الصلاة على النبي بس كله عفر اقسم بالله ما شاء الله. خليكم معانا. بس يا جدعان سايبها تاكل براحتها ولا جاي ولا معايا هي حلاوة سلكة الدش يا جدعان اللي هي بتبين العلامة يعني. بص أي مثلا أي خبطة أي حركة تقوم إيه هوب نازلة على طول بيها. ولازم تنيم الغلاية لازم تنيم الغلاية على الأرض يعني تخليها على الأرض أكنها زفر بالظبط. السمك ما تخافش منها يعني تخلي الوش بتاعك الصنارتين إيه نايمين على الأرض. فبتضرب الضربة بتاعتك بقى إيه مضمونة إن شاء الله. هي عمالة تاخدها وتمشي بيها والله. خليكم معانا واحدة مباشرة اهي.
دي بقى يا جدعان اللي هي الاستاكوزا، اعوذ بالله ما تخوفني منها، قال لك دي وحشه وبالسرطان ومسممه وعامل لي فيلم كبير. ما شاء الله والله العظيم ولا بعض، اقسم بالله غله غله. اصبر 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 عليها، بص على الله والله اكبر الله اكبر اهجد، بص على النبي الله اكبر، متقلات اضرب على ده ده. Thank you.
ايه بقعد بقطع شوية زرع وبقعد جنبهم، يعني بقعد في وسط الزرع. تمام؟ يلا لو في حاجة هنصورها كده مع بعض ان شاء الله.